أيها الأحبة، فينا بعض القوة وفيهم بعض الضعف، فلماذا لا نجرب أن ننمي قوتنا وأن ندرسها؟ ربما لم نستطع في هذه المرحلة أن نحرك ما عندنا من قوة، لأنها تحتاج إلى تنمية وإلى تنظيم وإلى تخطيط. لكن لماذا لا نفكر بالمئة سنة؟ فكر اليهود بالخمسين سنة منذ مؤتمر اليهودي الأول في سنة 897، ودخلوا فلسطين في سنة 947. قضايا الشعوب لا تعد بالسنوات بل بالأجيال. عندما نريد أيها الأحبة أن نكون أمة قوية فاعلة تنفتح على العالم من خلال عناصر القوة فيها، علينا أن نخطط، علينا أن نقتل كل عناصر الضعف فينا، ولا سيما هذا التمزق الطائفي والتمزق العرقي والتمزق القومي والتمزق الإقليمي والتمزق الحزبي والمحلي والمذهبي، لأن المسألة هي أن العدو على الأبواب، لا على الأبواب، لقد دخل غرف النوم. ونحن نتناقش هل الدجاجة أصل البيضة أو البيضة أصل الدجاجة، هل الملائكة ذكور أو أناث، التفاهات، الهوامش، وتبقى القضايا الكبيرة مدرجة عند المستكبرين هنا وهناك. أيها الأحبة، هل تحبون أبناءكم؟ هل تريدون لأبنائكم أن يأكلوا خبزاً مغموساً بالعار؟ هل تريدون لأبنائكم أن يعيشوا في أرض يتحدث حكامها عن الاستقلال وهي تخضع لأكثر من احتلال اقتصادي وسياسي وأمني؟ تستطيع أن تتحرك في أرضك، ولكنك لن تستطيع أن تحكم أرضك، هم الحاكمون. فينا قوة كبيرة، القوي. أن الله يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. القوة لا تخلد والضعف لا يخلد. كم من قوي كان في الأربعينات سيد البحار وأصبح على هامش أمريكا، وكم من ضعيف كان محتلا من قبل بريطانيا وأصبح سيد بريطانيا. تلك كانت أمريكا، وتلك الأيام نداولها بين الناس.